ايه امتى راح تروحي؟ قلت لك قبل شوي اني راح ضل هون. لازم تفهمي انه هيك الولاد راح يزعلوا اكثر. شو بدك اعمل؟ بتعرفي منيح شو بدك تساوي. احملي حالك وروحي من هون. كل ما رحتي اسرع كل ما كان احسن. الولاد ما لازم يزعلوا بسببك. لميس اوعك تنسي انه انا ام، معقول اذيهم مثلا؟ بعرف انه انت درتي بالك عليهم كثير منيح وشكرا، بس انا هلا رجعت على البيت. رجعتي؟ معقول لهالدرجه صعب تعطيني فرصه؟ قلتي لي فرصه؟ عم تقولي بدك فرصه؟ بتحبي تذكرك شو ساويتي وقت تركتينا؟ بتتذكري اي صف كنت؟ كنت وقتها صف خامس، قلتي لي جيبي جلائك وتعي. واذا كان منيح في لك عندي مفاجاه، جبت جلائي. قلت لحالي اكيد رح تساوي لي حفله وكيك وفطاير، يعني بظن باقي الامهات هيك بيساووا. بس شو كانت وقت المفاجاه؟ انك رحتي. لانه وقت تخانقنا انا وابوك. في شيء ثاني كمان، انت ساويتي. تتذكري احمد ويوم عيد ميلاده؟ قلتي له لانه عيد ميلادك رح نروح على الملاهي ورح طلعك بالالعاب. بس لما اجينا المساء شكرا خانو ما كانت هون هي وشنطايتها المعروفة. وقت أحمد ما حكى ثلاث أيام، بتعرفي هالشي؟ الولد ما قدر يفتح تمه. أحكي لك أكثر؟ في لسه كثير إذا حابة تسمعي. ليلاس وعصمت وفكرة مانهم بحاجتك. وما رح اسمح لك تكسريهم مثل ما كسرتينا بالماضي. لميس انا تغيرت. انت ما بتقدري تتغيري. عن جد انت مو معقوله. لميس بدك تحاسبيني لاني اشتقت لعيلتي واولادي ورجعت لعندهم؟ ايه بدي حاسبك لانه انت سرقتي حياتي. ليكني عم رجع لك اياها اليوم. روحي عيشيها.